السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أميارة. اليوم إن شاء الله غدا نحضروا غريبة بريستيج بطريقة اللي هي مميزة وسهلة في التحضير. غدا نخرجوا ثلاثة أنواع، كل نوع بنكهة مختلفة. كنتمنى الإعجاب ديالكم وتجربوها كي تجي أكثر من رائعة. ما تنسوا تشاركوا في القناة، اللي باقي ما مشارك يشارك وتدعمونا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع أصحابكم وحبابكم. على بركة الله غدا ندوزوا المقادير وطريقات التحضير. كنحتاجوا في المقادير 200 غرام ديال الزبدة، تكون درجة حرارة المطبخ تكون سبيسيال، وعندنا 150 غرام ديال السكر كلاصي. كنبداو نجمعوا الكل مزيان او كل معكو حتى كنحصلوا على خليط متجانس. بعد ما خلطنا الكل غدا نزيدو جوج بيضات وغدا نبداو نخلطو الكل مزيان. بعد ما خلطنا الكل غدا نزيدو 30 مليلتر ديال الزيت نباتية وغدا نخلطو الكل حتى كنحصلو على خليط مثل كريمة. غدا نزيدو رشيشة ديال الملح وغدا نزيدو خميرة ديال الحلوى 14 غرام. غدا نزيدو الدقيق الابيض يكون نوع جيد ويكون مغربل. كنزيدو تدريجيا غير بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين، كنحصلو عليها كتكون رطبه لينه، ما تقصحوهاش باش تجيكم الحلوه مزيانه. هذا هو القوام ديال العجين اللي حصلنا عليه، كتكون رطبه وفي نفس الوقت كتكون متماسكه. دابا غدا نقسموها الى كويرات متساويه، الى ثلاثه الكويرات كما كتلاحظوا. غدا ناخذوا الكويره الاولى وغدا ضروري نلفوها في بلاستيك غذائي، كنلفوها او بلاستيك يكون غير نقي، كنلفوهم غير باش ما تنشفش لينا العجين. كناخدو الكويره الاولى وكنبسطوها
وكنوضعوا ليها الكريمه ديال البيستاج، كنوضعوا معلقه كبيره ديال الكريمه البيستاج. اللي ما كانش موفر عندكم خذوا غير النكهه ديال البيستاج او روح البيستاج، وضعوا في العجين، وغادي نزيدوا عليه البيستاج مهرمش، وغادي نبداو كنلمو العجينه مع بعضياتها، وكنزيدوا رشيشه ديال الدقيق الابيض. كناخذوا الكره الثانيه وكنوضعوا لها نكهه الكراميل، كتجي اكثر من رائعه. الا مكانش موفر ديروا نكهه اخرى. دابا غادا نلموها مع بعضياتها، وضروري كنرشوا كل كويره كنرشوا القليل فقط من الدقيق الابيض، غير واحد الرشيشه فقط. كنعاودو نبسطوها وكنعملو ليها الحبيبات ديال الشوكولاط وكنلموها مع بعضياتهم. دابا غادي نبقى مستمره حتى كندخلو داك الحبيبات الشوكولاط مع العجين. كناخذوا الكره الثالثه كنوضعوا لها جوج معالق ديال الكاكاو المر، وكنوضعوا معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وكنخلطوا الكل حتى كيندمجوا لينا المكونات مع بعضياتهم. كما قلت لكم ضروري كنزيدوا رشيشه ديال الدقيق الابيض. غادي ناخذوا صفيحه ديال الفرن كندهنوها بالقليل من الزيت، وكناخذوا الكويرات اللي عملنا ليهم نكهات مختلفه كنعملوهم كويرات متساويه على هذا الشكل. هذا غادي نبقى مستمره حتى كنكمل.
ملي كملنا كنعملوا ثقب في الوسط بهذه الطريقه هذه. كناخذوا الكويره اللي عملنا لها الكاكاو ونسكافي كنعملوها كويرات وكنغمسوها في جنجلان او السمسم الابيض وكنستفوهم في صفيحه ديال الفرن تكون مدهونه بالزيت نباتيه. هاد الكميه اللي عملنا ديال الحلوه كتخرج لينا كميه كثيره، او القياس اللي عملنا ديال المقادير كتخرج لينا كميه كثيره وكتجي رائعه، كتجي غريبه صراحه، مذاق ولا منظر رائع. ملي كنكملوا كنعملوا حفيره في الوسط وكندخلوهم الفران درجه حراره 180 درجه ونخليهم يوجدوا على خاطرهم. غادي ندوزو باش نحضرو باش نعمرو غريبه ديال البيستاج. كنحتاجو كريمه ديال البيستاج وبيستاج مهرمش، صافي وكنخلطوهم مع بعضياتهم مزيان. بعد ما وجدت لينا الحلوه وخليناها حتى كتبرد كتجينا على هذا الشكل، غادي نزينو في الاول غريبه ديال البيستاج والكريمه ديال البيستاج، كنزينوهم حتى هما بالكريمه ديال البيستاج وبيستاج مهرمش، كنعمروهم في الوسط بهذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. ملي كنكملوا كندردروا عليهم قليل من البيستاج مهرمش. غادي ندوزو نزينو غريبه اللي عملنا لها الكاكاو والقهوه، زيناها بزنجلان اي سمسم الابيض. غادي نوضعو ليها في الوسط الشوكولاط الاسود اللي ذوبناه في حمام مريم، وغادي نزينوه من الفوق بحبيبات ديال السكر ملونه.
غادي نزينو في الاخير غريبه اللي عملنا ليها نكهه الكراميل والشوكولات حبيبات، كنزينوها في الوسط، كنزينو بالكراميل وكنوضعو فوق منها القرقاعه، نصف قرقاعه تكون مسخنين او مصهدين في الفران، وكنوضعوها في الوسط وهذا بقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه بريستيج اللي حضرت معكم اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه كتجي اكثر من رائعه وكتعطينا كميه كثيره بمقادير اللي هي قليله، كتخرج لنا كميه كثيره. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها فعلا، تستحقوا التجربه. ما تنساوش تشاركوا في القناه، اللي باقي ما مشارك يشارك ودعمونا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم واحبابكم. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.